مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبة جدا سهلة وسريعة وصحية وما بتاخد وقت بالتحضير، بدون لحم وبدون دجاج. عنا أول شي مي، كوسة، كوسيتين عنا قطعتهم بهيدا الشكل، بصلتين كمان نفس الشي قطعتهم، 7 حبات ثوم، ملعقة صغيرة صلصة البندورة، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، 3 حبات بندورة، زيت، قرن حار، فلفل حار، ويلي ما بيحب الحار ما في أي مشكلة ما بيحط حار. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط زيت بالطنجرة، حطيت حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي، بحط البصل والثوم، كمان رشة ملح خفيفة وبقليهم على الغاز. بس قلينا البصل والثوم وصاروا بهيدا الشكل، هلا بحط الكوسيات. بسم الله. كمان خرطهم. بغطي الطنجرة. بعد حوالي 3 دقايق بحركهم. بعد دقيقتين حط البندورة والحار، شراب، ملح، البهار، وتحط كوب صغير مي. بتركهم يغلوا مع بعض لتستوي الكوسة والبندورة، كمان بخفف الغاز درجة، يعني الغاز عندي على 6 أعلى شيء حطيته على 5. بعد مرور نص ساعة استوى عنا الكوسة، هلأ بطفي الغاز. نتأكد الكوسة انه استوى بهيدا الشكل في الملعقة. طول الكوسيات هلا صارت جاهزة للتقديم. بحطهم بالصحن. كتير كتير قريبة هيدي الوجبة للوبيا بزيت، وعن جد بنصحكم تجربوها، صحية ورائعة جدا جدا. بس انتبهوا، إذا الولاد عندكم ما بحبوا الحار ما بياكلوا حار، بنصحكم ما تحطوا حار أبدا. هيدي الوجبة بتتقدم مع كبيس وفجل وزيتون، ويلي بحب بعد الحار بيزيد حر، ويلي ما بحب الحار بيلغي الحر ابدا، منا ما ضروري يحط حر. بتمنى الوجبة اللي عملتها انا وياكم تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.